وراها ورا ما جتي بقت يمك ورا بيومين اخذها رجلي بمزرعه مع صديقه اخذ الطفله انا قاعده ايه اخذها هناك وف... يعني اخذها زوجك ايه للمزرعه حضورك حضور انا قاعده موجوده وفقدت عذريتها ويا رجلك ايه صار الاتفاق بينك وبين رجلك وبعلمك اي مو انه ياخذها رجلك للمزرعه يعتدي عليه اي وصح صح ورا ما اعتدى عليها رجلك رحت جبتها للبيت و الاعتداء كان بموافقتها موضوع الممارسه وياها وهي بهذا العمر طفله كان بموافقتها لو كانت رابطه لا حتى من جبتها كانت تبكي يعني جبرتوها ثاني يوم رحت جبتها لقيتها تبكي وياها حتى بالسيارة من السعدة كانت تبكي يعني جبرتوها للطفلة اي كانت مجبورة لا مو كانت مجبورة انت جبرتيها خلينا نقول انت ورجلك مو صح؟ صح وراها شلون بديت الموضوع انه تدخليها بمجال الدعارة؟ حكيت وياها قلت لها ترى انا من اخذتك من حميد هو من باعك الي يدري بشغلتي واني هذا شغلتي حتى قالت لك تروحي وهذا الشيء ما اسوي. هي موجودة. قالت لك تروحي؟ اي موجودة ياتي قالت. قالت هذا الشيء مستحيل اسوي. رجعيني منين ما جبتيني. وش سويت انت لعد وراها؟ ما سويت شيء بس حكيت ويا حميد قلت له البنية ترى مو مال هاي الشغلة رجع لي فلوس وارجعك اياها. قام بعد حتى ما يجاوبني ولا هاي. رجلي قام هو يدفع وياها يوميا يطب وياها وهاي. شوي شوي وقامت راحت على الشغل. حد ما عودتوها. ايه. يوم بعدها من يعني رجلك قام يتردد عليها يوميا. شوفيها مجبره يعني جابت. اي مجبوره كانت خطيه. لا مجبوره. يعني تقولين عليها خطيه؟ كانت تطلع حتى من غرفه تبكي والله. الله ينتقم منكم.